مساء الخير لمشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك. معكم عبد الله بعلبكي وزميل محمد الشيخ من القطاع الشرقي لجنوب لبنان، وهذا هو المشهد كما تراقبون وترون معنا. ثمة هدوء حذر في هذا القطاع منذ ظهر اليوم تقريبا. نتحدث أو نسرد إليكم مثلا حدوث غارة وهمية إسرائيلية في أجواء العرقوب ومزارع الشبعة، ثم بعد هذه الغارة لم يحدث أي تطور أمني في هذا القطاع، على عكس القطاعين الآخرين من جنوب لبنان. نتحدث عن القطاع الأوسط والغربي، حيث لا تزال الحرائق مندلعة في منطقة اللبوني جنوب بلدة النقورة، كما استهدف الطيران الإسرائيلي المسير منطقة مروحين وعيترون بصاروخين. منطقة عيترون عفوا تم استهدافها بصاروخين، كما تم استهداف أطراف مركبة، ما أدى إلى حصول بعض الأضرار في بعض المنازل دون وقوع إصابات. فيما أصدر اليوم حزب الله بيانا روى به ما يلي: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع الجرداح بالقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. هذه العملية التي أقدم عليها حزب الله اليوم. فيما استهدف العدو أيضا بلدة يارون بالقذائف المدفعية والفوسفورية الحارقة وهي محرمة دوليا، واستهدف أيضا موقعا للجيش اللبناني في وادي هونين بستة قذائف دون وقوع إصابات. أما التطورات الميدانية العسكرية الأبرز فكانت في قطاع غزة، حيث بدأت إسرائيل ولو بشكل غير رسمي بالكامل بالتوغل برا من عدة محاور، لكن هذه العملية فشلت لمرة أخرى وليوم آخر بعدما تمكن المقاتلون في فلسطين من إجهاض هذه الخطة البرية. وكنا تابعنا منذ قليل تصريحا لأبو عبيدة وهو الناطق العسكري لكتائب القسام، والذي تحدث عن تدمير عدة آليات ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي، وتحدث عن أسر أكثر من جندي إسرائيلي خلال العمليات البرية. عم بيقول لي زميلي يبدو في صوت ضربة بعيدة، لم نتأكد بعد ماذا حدث. نحن ننقل إليكم هذا المشهد المباشر من القطاع الشرقي لجنوب لبنان لنرى إن كان هناك تطورات. عم ينحكى أنه حتى بصيدا مشاهدين الكرام عم بيسمع الأهالي صوت الطائرة الإسرائيلية بشكل واضح جدا وهي تحلق على علو منخفض. إذن وهي طائرة تجسس إسرائيلية تحلق فوق صيدا على علو منخفض. هذه هي آخر الأخبار في هذه اللحظات. أبو عبيدة الذي تحدث إذن عن انتصارات واسعة ومهمة حققها المقاتلون في فلسطين المحتلة بعد تصريح لقائد الأركان في الجيش الإسرائيلي، والذي أكد استمرار إسرائيل في مهمتها كما وصف، وهذه المهمة تتضمن بندا أولا وهو القضاء على حركة حماس، فيما أكدت هذه الحركة قدرتها الطويلة وصمودها
لفترة طويلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي مهما طال. اليوم أيضا ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة أخرى عندما ضرب مخيم جباليا. تحدث قائد الأركان في الجيش الإسرائيلي أن داخل هذا المخيم كان هناك قائد كبير من حركة حماس، لكن كتائب القسام نفت بشكل كلي هذا الخبر، نفت وجود أي قائد عسكري كبير في هذا المخيم الذي آوى فقط عشرات المواطنين الفلسطينيين الأبرياء. في هذه المجزرة وقع أكثر من 500 ضحية، بينهم شهداء وجرحى، ومعظم هؤلاء من النساء والأطفال. إذن هذا هو المشهد من القطاع الشرقي لجنوب لبنان. وفي أو عبر تصريح آخر لسرايا القدس في شمال غزة، تصريح آخر تضمن ما يلي: لو أفصح قادة العدو الإسرائيلي عن خسائرهم البشرية خلال هذا اليوم ستسقط الحكومة الإسرائيلية فورا. فيما إعلام العدو الإسرائيلي تحدث عن حدث كبير وصعب في غزة، وأكملت القناة الإسرائيلية هذا البيان الذي قال: بانتظار الإعلان الرسمي من الجيش الإسرائيلي، أي أن القناة الإسرائيلية العاشرة تحدثت عن حدث كبير وصعب في غزة واجهه الجيش الإسرائيلي منذ دقائق قليلة. كتائب القسام تحدثت عن توجيه تورباد العاصف، وهو نوع من الأسلحة الموجهة نحو هدف بحري معاد خلال معركة طوفان الأقصى في فلسطين المحتلة. كما تصدى مقاتلو حركة حماس لمحاولة إنزال بحري، كما وصلنا الآن شمال غرب مدينة غزة، ما أجبر قوات العدو الإسرائيلي على الانسحاب وإعلان إفشال هذه العملية. فيما قالت مصادر صحفية أو أعلنت مصادر صحفية مقتل 8 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في غزة. إذن هذه هي آخر المعطيات من ميدان المعركة في قطاع غزة، والمعطيات هنا على الجبهة اللبنانية الجنوبية الفلسطينية المحتلة نقلناها إليكم. في القطاع الشرقي الهدوء الحذر يسود هذا المشهد. ننقل إليكم بشكل متتالي إذن المشهد أولا بأول حسب متغيرات الأحداث والمعلومات التي تصلنا، إن كان من جنوب لبنان أو حتى من خارج لبنان. كان معكم عبد الله بعلبكي والزميل محمد الشيخ.